إفطار رمضاني جماعي أقامته مؤسسة بسمة نور لرعاية الأيتام في محافظة إدلب للأيتام الذين ترعاهم في محاولة لرسم الفرحة على وجوههم. نستضيف اليوم طلابنا الأيتام الذين يدرسون في أكاديمية دار رحمة رعاية الأيتام. طبعا عدد تقريبا اليوم كان 450 طفل، طبعا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية كخطوة أولى. طبعا غدا لنا نفس اللقاء مع طالباتنا الأيتام من فئة الإناث، طبعا عددهم تقريبا ما يقارب 400 طالبة، ونحن مستمرون دائما معهم خلال شهر رمضان على هذه الإفطارات. 450 طفلا ممن ترعاهم مؤسسة بسمة نور، منهم من باتوا يتيمي الأب والأم بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة مؤخرا، حضروا الإفطار الجماعي الذي تضمنت فعالياته أناشيد ونشاطات ترفيهية عدة. الموضوع مثل ما قلت لك يعني لمي، موضوع مسابقات، موضوع هاي الـ يعني رسول محمد صلى الله عليه وسلم قال المسح على رأس اليتيم صدقة، فما بالك انت اليوم عم تلعب تضحك تعلمه، فموضوعنا اكبر بكثير من انه يكون غذائي او اغاثي او لا لا لا، نحن مع اليتيم حتى يستغني، ومعنا مع اليتيم حتى يستغني انه يكون قادر على انه يوقف في المستقبل على رجل لحاله. وتعمل مؤسسة بسمة نور لرعاية الأيتام على إنشاء مركز خاص لرعاية وتأهيل أيتام الزلزال المدمر الذين يعيشون ظروفاً خاصة.